السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من بين قوسين. بلافتة خادعة عنوانها إسقاط الجرعة، انقلبت الميليشيا على الدولة، وبكذبة كبرى عنوانها مقاومة الحصار وتحدي العدوان، سرقت ميليشيا الحوثي والمخلوع أموال الشعب، وباسم المجهود الحربي امتصت دماء الناس ونهبت ممتلكاتهم لتمويل الخروج السياحي لأبناء الآل وأحفاد الملكيين الذين ينعمون بالرفاهية ورغد العيش في الخارج، بينما يعيش المخدوعون والمغرر بهم يوميا في محرقة الحرب الشعواء دفاعا عن حق سلالة تحلم باسترداد الملك. اليوم وبعد أن صار أكثر من ثلثي الشعب المنهك تحت خط الفقر وأكثر من نصفه بحاجة للإغاثة الإنسانية، وبعد أن أفلست خزينة البنك المركزي وعجزت الميليشيا عن دفع رواتب الموظفين، كان لابد للقيادة الشرعية من اتخاذ قرار نقل البنك المركزي لتدارك ما يمكن تداركه مما بقي من الاحتياطي النقدي الخارجي. وهنا يتساءل الكثيرون، أين ذهبت الأصوات المطالبة بتجاوز اختلالات في عهد حكومة باسندوة الذين ضجت بهم القنوات والشوارع؟ وإلى متى سيستمر الصمت من قبل المواطنين في الداخل عن فساد ميليشيا الحوثي والمخلوع التي ذهبت بالوطن إلى هاوية الإفلاس؟ في حلقة اليوم نبحث الإجابة عن هذه التساؤلات مع ضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من جنيف الناشط الحقوقي والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البيضاني، وكذلك سيكون معنا الدكتور بجامعة تعز عبد الوهاب العوج، وسيكون معنا أيضا من الرياض الكاتب الصحفي توفيق السامعي، ومن العاصمة المؤقتة عدن سيكون معنا الناشط الصحفي رعد الريمي. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ نبيل البيضاني عبر السكايب من جنيف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية، وشكرا جزيلا للاستضافة والمعذرة على الإشغال، يعني أتعبتكم معي في مرحبا بك أستاذ نبيل، أهلا وسهلا فيك. أستاذ نبيل، في البداية لو تحدثنا، يعني ربما وصل وحال اليمنيين في الداخل لا يخفى على أحد، فساد الميليشيا تعدى كل الحدود ويعني نهبت كل أموال الشعب، الاحتياطي النقدي انتهى، الآن جاء قرار نقل البنك المركزي بعد أن أصبحت ربما غير قادرة على دفع رواتب الناس بعد أن تسليم ربما رواتب الأشهر الماضية من العملة التي أصبحت غير صالحة وكانت مهيئة لإحراقها. لماذا كل هذا الصمت برأيك من اليمنيين في الداخل على كل هذا الفساد من قبل ميليشيا الحوثي التي انقلبت بالتأكيد على السلطة الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأنه لم نرى في حياة اليمنيين يعني عبر الماضي مثل ما حصل الآن، هو تكرار لما جرى في الستينات والسبعينات، وعفوا في الخمسينات وما قبلها. يعني نحن نتكلم على عهد جديد من الإمامة. الإمامة اشتهرت تماما بإفقار الناس ومحاولة قدر المستطاع إسقاط آخر ما بقي من عقول الأمة. أنا أعتقد بأنه السبب الأول يعود لإمكانيات التحكم بعقلية الناس. هذه حقيقة يستطيع اليمنيين، أو دعونا نقول علي عبد الله صالح بمعية المؤتمر الشعبي العام. أما من يعمل في الخفاء الآن في اليمن هو المؤتمر الشعبي العام. حقيقة قوات المؤتمر الشعبي العام، أرضية المؤتمر الشعبي، قوة المؤتمر الشعبي العام المدنية والعسكرية هي من تغرر بالناس الآن، وهي الذي أيضا تستخدم الحوثيين. الحوثيين معروف عبارة عن برابرة غير أخلاقيين وغير مدنيين، لا يفعلون مطلقا ما يفعلوه مطلقا. يعني في المقابل أستاذ نبيل، في المقابل هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن الحوثيون وميليشيا الحوثي ربما أصبحت الآن هي المتحكم الرئيس بكل مفاصل للدولة. بالتأكيد المخلوع هو من ساعدهم على تسليم الدولة لهم، لكن الآن فعليا ربما المخلوع أصبح ورقة بيد ميليشيا الحوثي.
هذا حقيقة التفسير هذا قد أكون أنا أعارض له، لأن أعتقد أن القوى الحوثية معروفة أنها قوة بربرية تمام غير أخلاقية، لكن المؤتمر بقواها المعروفة على الأرض هو من يستطيع، من يتحكم الآن في الحارات مثلا هم المتنفذين، والمؤتمر الشعبي العام القوى والواجهات المؤتمر الشعبي في القبائل أيضا مشايخ المؤتمر الشعبي العام هم الآن من حولوا تماما البطاقة من اليمين إلى الشمال وظهروا الآن كحوثيين على الأرض. أنا أؤمن بأن هناك قوى حوثية أيضا بربرية، لكن من ينسق واستطاع أن يجعل هؤلاء البرابرة يقوموا بهذه العمليات لانهيارات الاقتصاد تماما، وكما نقرأ الآن هو انهيار يسموه المخزون الاحتياطي اليمني، رأينا أيضا الانهيارات في كل على المستوى حتى الاستهلاك المواد الاستهلاكية التي ارتفعت 3 أضعافها. هذه المراهقة التي قام فيها المؤتمر الشعبي العام والحوثيين على الأرض الآن ندفع جميعنا ثمنها. نعم. للأسف يعني الموضوع هذا لا يعني فقط، لماذا أنا أتحدث فقط عن المؤتمر الشعبي العام؟ المؤتمر الشعبي العام هو الأداة الحقيقية الذي الآن يستهلك كل الأموال على الأرض تمام لبنيتها التنظيمية. التنظيم المؤتمر الشعبي العام الآن هو من يأخذ الأموال من كل اليمنيين تمام، ويقوم الآن بصرفها على أشخاص. هذه المراهقة دفعتها اليمنيين الآن جميعا، ليس فقط المؤتمر، لكن المؤتمر هو يعني تخيل معي. نعم. أنه دكتور في الجامعة أو أستاذ في المؤتمر الشعبي العام أو شباب في التنظيم هذا يجد نفسه فجأة مع واحد من أبو فلان وأبو علان وواحد من ما الذي يجبر أستاذ نبيل، ما الذي يجبر أنصار المؤتمر ومنتسبيه أن يكونوا تبع أبو فلان أو زعطان أو فلتان من الحوثيين ويتحملوا كل هذه التبعات والأعباء؟ كما قلت هؤلاء عبارة عن بنية تنظيمية فاسدة، هي البنية التنظيمية من أيام زمان كانت تعمل على استهلاك المجتمع، كانت تعمل بكل مقدرتها على أنها تخلخل كل ما تستطيع، هي نفعية. النفعية الآن هذه الذي نراها كانوا يعتقدوا أنهم ممكن أن يستهلكوا الآن هذه الفلوس، يستهلكوا هذه الأموال ولا يوصل إليهم النفعية ربما أستاذ نبيل اسمح لي في هذا الجزئية، النفعية ربما تكون في الوقت الذي هم من يتحكمون وهم من يديرون البلاد، لكن الآن كما تعلم هناك إقصاء كبير وتجريف للوظيفة العامة لتبع ميليشيا الحوثي وإقصاء حتى عناصر المؤتمر الشعبي العام للأسف الذين يعني لازالوا يقفون بصفهم بلا نقاش. لكن الاستقلالية الذي عاش عليها أو بني عليها المؤتمر الشعبي الآن بدأ يدفع ثمنها الآن. للأسف كانوا يستخدموا ويأكلوا ويشربوا ويظنوا أنهم لن يأكلوا، دعونا أقولها بطريقة بسيطة يعني. نعم. تخيل معي أنهم الآن ما يفعلوه كانوا من قبل، أنهم كانوا يأخذوا الأموال من داخل مخزونهم ويضعوها أمامهم ويستغلوهم، يعني كل الأموال التي صرفت من البنك المركزي الآن يدفع ثمنها اليمنيين من سقوط العملة. عندما تسقط العملة وينهار الاقتصاد لا معنى مطلقا لكل ما كنت تقوم فيه من عمليات، لا ينفع أبدا، لا الأستاذ سيستلم راتب ولن يستطيع حتى الجندي يستلم راتب ولن يستطيع حتى قيمة ستتغير العملة، العملة ليس لها أي قيمة بعد أيام. أنا متأكد أننا سنتوجه إلى الدولار وسيستخدم الناس على الأرض الدولار في تعاملاتهم المالية مثل ما حصل في لبنان في السبعينات والستينات. هذه لا يقرأها جيدا المؤتمرين يظن أنه من كان يفسد الآن على الأرض ويقنع الناس بأن الواقع جيد، كانوا يقولوا نحن جيدين ما فيش عندنا أي مشكلة، وكانوا يحاولوا حتى كانت الحملات الدعائية والحملات على الأرض تقول للمؤتمرين تقول أن الوضع جيد، ويحاولوا قدر المستطاع أن يقولوا للناس أنه لا يوجد أي مشكلة، اليمن بخير، نحن في صنعاء نأكل ونشرب، وهذا الطيران يعني هذا. لو عدنا قليلا أستاذ نبيل، لو عدنا قليلا إلى عام 2013 في ظل يعني أيام حكومة باسندوة، عندما خرج الكثير من أنصار المؤتمر الشعبي العام لإنقاذ الوطن وإيقاف الجرعة والوقوف بصف الشعب المطحون المسكين، ما الذي تغير الآن؟ الآن أصبح الناس بلا رواتب، أصبحت الوضع الاقتصادي متردي، ميليشيا الحوثي تسرح وتمرح، ويعني حول اليمن إلى سوق سوداء، أين ذهبوا في هذا يعني الظرف العصيب؟ بل ربما انضموا إلى الميليشيا ويدعمون الميليشيا. هل رأيتم مثل هذه السخرية من قبل؟ خرجوا في عهد باسندو وفي عهد يعني عندما كانت موجودة الحكومة في اليمن، خرجوا لكي يقولوا لا للظلم ولا للجرع ومن أجل الاقتصاد، والآن يخرجوا للناس يقولوا لهم الوضع جيد ونحن الحمد لله نأكل ونشرب.
أي هذه ما يفعله المؤتمر الشعبي العام ويتفعله أيضا الحوثية، يحاولوا أن يوهموا الناس بأن الوضع جيد، لكنه في الحقيقة انهيار تام لليمن. اليمن الآن انهارت تماما، أكثر من 800، يعني تخيل أكثر من 800 شركة مقاولات أقفلت، أكثر من 1,500,000 عامل تم ترك عمله، أكثر من 80% من البنية التحتية التجارية أيضا أقفلت، أكثر من تقريبا في حدود 70% إلى 80% من المصانع التجارية تم ضربها وقصفها إما بالطيران التحالف وإما بالحوثيين في مناطق النزاع. نحن نتكلم على انهيار حقيقي للبلد لا يحس فيه مطلقا إلا المواطنين. تخيل معي أنه تقريبا في حدود 70 إلى 80% من التجار أقفلوا تجاراتهم والآن يشتغلوا على الهامش، يحاولوا قدر المستطاع أن يستغلوا الوضع أنهم يوقفوا فقط. ما نراه الآن هو الانهيار قد حصل، لكن هذا الإيهام الذي أريد أن أوضح عليه وأضع عليه الدائرة، الإيهام للناس بأن الوضع جيد، الوضع ليس جيد بل هو وضع جدا حساس، والآن سنرى حملة الآن لتجريم هذه لما قام فيه من عملية نقل البنك المركزي. نعم نقل البنك المركزي هو إنقاذ لليمن. نعم. أنا لا نتكلم هنا، نتحدث عن هذه الجزئية سيد نبيل، سنتحدث عن جزئية البنك المركزي ونقل. دعنا نشرك معنا في الحديث من تعز الأكاديمي في جامعة تعز الدكتور عبد الوهاب العوج. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتور. في البداية لو وضعتنا بالتأثيرات المعيشية التي طالت اليمنيين في الداخل وعلى وجه التحديد شريحة الأكاديميين إذا أخذنا مثال، وأيضا الطبقة الوسطى التي ربما كان وضعها يعني لا هو يعني مستوري الحال ولا أنهم يعني يسألون الناس. طبعا الوضع كارثي بكل معنى الكلمة. نعم. الاقتصاد اليمني هو اقتصاد أصلا هش منذ البداية، وخلال حكم المخلوع 33 سنة لم يوجد اقتصادا يعتمد على الداخل وعلى منتج وطني من خلال تنمية أوجه الاقتصاد المختلفة. نعم. كانت خزينة الدولة تستفيد فقط من عائدات بيع الغاز والنفط، وهي معتمدة اعتماد كلي عليها. لم يتح للتنافس التجاري والصناعي بحيث أنه يحصل هناك تنمية صناعية وتجارية لصناعة حتى البسيطة والمتوسطة. نعم. لكي يعني يتحول اليمنيين لبناء اقتصاد حقيقي. هذا من ناحية. أما من ناحية وضع الأكاديميين فحدث ولا حرج، يعني هناك كوادر هامة جدا تعود للجامعات اليمنية ولها أكثر من عامين لم تسوى أوضاعها الأكاديمية، فقطعت منحة هؤلاء الناس وبعد أن عادوا وأصبحوا على الراتب الأساسي الذي يصل إلى أقل من 40,000 ريال في الشهر، بينما زملائهم تعرف يعني مرتباتنا أكثر من 200,000. نعم. لكن هي المشكلة هنا أنه ليس هذا الأمر. الآن كثير من الزملاء الذين يعني أكملوا الدكتوراه والماجستير لم يعودوا إلى اليمن، قد هم بيتجهوا مباشرة إلى دول الخليج وإلى مناطق يستطيعوا من خلالها العمل وتوفير لقمة العيش، لأنك تعود ولا تجد يعني راتبك الذي كنت معتاد أنه خلال شهرين ثلاثة من عودتك يحصل تسوية وضع. نعم. الأمور طبعا كما ذكر ضيفك الأستاذ نبيل. نعم. حصل انهيار في قيمة العملة، يعني كل المواطنين المرتبطين بمرتبات يعني كأنه أخذ من رواتبهم ما يعادل حوالي 25% من القيمة الشرائية لهذه العملة، فالرقم ظل كما هو، لكن واقع الحال معروف والعملة في انهيار مستمر. ونقل البنك سيؤدي أيضا إلى كارثة أنا أتوقعها في موضوع العملة وقيمتها الشرائية. نعم. وهذه الخطوة النقل كانت متأخرة جدا ولم تحدث يعني بشكل اللي كان متوقع منذ وقت مبكر قبل أن يستنفذ الخزينة التي تركها حكومة باسندو الذي قاموا عليها ب7 مليار دولار تقريبا يعني. نعم. فنجد أن المواطنين يعانون معاناة شديدة، بالإضافة إلى أن مجتمعنا اليمني هو مجتمع يعمل باليومية، يعني الأعمال حينما تزدهر والاستقرار يكون موجود فتتوفر الأعمال ويستطيع المواطن أن يعيل أسرته. بهذه الحرب. نعم. وهذا الاقتتال الداخلي وهذا الذي يحدث من تجريف لكل طيب. مؤسسات الدولة. نعم. أدى إلى أنه تنقدم الأعمال. طيب دكتور باعتقادك وأنت نعم دكتور باعتقادك وأنت تلمس هذا الوضع وأنت الآن في الداخل، الناس اتجهوا إذن بعد ما فقدوا وظائفهم وأعمالهم وأيضا أخذوا رواتبهم ولم تصبح إلا الراتب الأساسي الذي لا يساوي حتى ما يغطي احتياجاتهم الضرورية، ما هي مداخل رزق الناس البسطاء وأيضا حتى الموظفين، إلى أين اتجهوا؟
أعتقد أن الآن الرافد الرئيسي للذي يعيش المواطنين اليمنيين الشعب اليمني هو عائدات المغتربين. يعني إحنا عندنا حوالي 3 مليون مغترب في السعودية لوحدها، ناهيك عن باقي دول الخليج وغيرها من الدول. أعتقد أن مورد المغتربين هو المورد الآن الرئيسي، بالإضافة إلى ما تم صرفه من مرتبات للقطاعات يعني المختلفة في جهاز الدولة، فهذا يعني نوعا ما جعل الحياة تستمر. كذلك بعض المغتربين استفاد من انهيار العملة بتحويل المبالغ للقيام ببعض البناء أو استكمال البناء، لأنه أسعار المواد ارتفعت بشكل جنوني وخيالي نتيجة مشاكل الموانئ والنقل والطرق غير مؤمنة. لكن أريد أن أقول في هذا التوقيت أن على الحكومة الشرعية أن تبذل قصارى جهدها لتعمل على أن تكون المناطق المحررة نموذجا يحتذى به في باقي المناطق الغير محررة والتي لا زالت سيطرة الانقلابيين عليها. نعم. فلا بد حتى تتيح فرصة لأبناء الشعب اليمني الذي يشتغل بالأجر اليومي أن ينتقل لهذه المناطق التي ستزدهر. نعم. دكتور لو رجعنا إلى السبب الرئيس. نعم دكتور لو رجعنا إلى السبب الرئيسي في الحال الذي وصل به اليمنيون اليوم في الداخل بعد الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي والمخلوع، البعض يعتبر بأن يعني هذا الوضع السيء الذي وصل إليه اليمن هو بسبب عاصفة الحزم وبسبب الحصار الذي يفرض على اليمن وليس المشكلة الميليشيا التي انقلبت على الدولة. يا أخي هذا الكلام يعني ممكن أن تستهلك به عقول بعض البسطاء الذين لا يقدرون الأمر، لكن كل من عنده قليل من الفهم للسياسة يفهم أن الحركة الحوثية والانقلاب والتوافق ما بين الفصيل الممثل لعلي عبد الله صالح في البلد، ولا نقول المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي هناك كثير من قيادته وقواعده من الشرفاء والذين هم مغلوبون على أمرهم، أقول فصيل علي عبد الله صالح داخل المؤتمر الشعبي الذي تحالف مع هذا الميليشيات وأسقط الدولة بمؤسساتها هو من وصلنا إلى هذا الحال. الحرب هذه لم تكن لتحدث لولا انقلابهم على شرعية الرئيس هادي وعلى الحكومة الشرعية واعتقالهم وتجريف المؤسسات وملشنة الدولة، ملشنة الجيش والأمن ومؤسساته وإغراقها بعناصر أقل ما يقول أن أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها موالية لهم. وإذكاء الطائفية والمذهبية والسلالية هي أخطر ما أثر علينا، ولولا التحالف العربي وجوده هو الداعم الآن للبقاء اليمن مستقرا من خلال دعم الجيش الوطني والمقاومة ودعم المناطق المحررة في كثير من الأمور. نعم. هذا العملية كانت يعني لو كان هناك يعني قليل من الحكمة عند المخلوع وقيادات الحوثي وهي قيادات شابة غير مجربة لكانوا فكروا بالأمر قبل أن يذهبوا إلى عمران. نعم. يعني إسقاط الدولة وإسقاط مؤسساتها والجيش والأمن وإضعاف كل يعني حتى هيبة الجندي انتهت، يعني الضابط كثير من الضباط والجنود النظامي الآن في البيوت، هذا هو الذي أسقط البلد بأكمله. نعم. وهربت السفارات والسياحة وكل كل فالبلد. نعم. طبعا تنهار في ظل الحرب الداخلية، ما بالك بحركة سلالية عنصرية تكتسى الآخر يعني. نعم دكتور، إذن تكرم البقاء معي دكتور عبد الوهاب وأيضا الأستاذ نبيل البيضاني. مشاهدينا الكرام نذهب الآن سويا لمتابعة بعض التصريحات نسلط الضوء من خلالها على معاناة اليمنيين في الداخل والحال المتردي الذي وصل إليه اليمنيون بسبب الانقلاب الذي قادته الميليشيا، نتابع هذه التصريحات. من الطبيعي أن نصلي ثورة جديدة طالما أن أنت مأكلك ومشربك منهار واقتصادك منهار وكل حاجة. الآن ثورة القاع قد قامت وفي صنعاء الآن مظاهرات، والآن ممكن تحصل في جميع المحافظات التي ماسكين لها عصابة الحوثي. لابد أن الشعب هناك يقوم بثورة، يقوم باحتجاجات، يقوم بطرد هؤلاء الميليشيات الحوثية. ثورة لابد في صنعاء، الوقت الآن مناسب أن تقوم صنعاء عن بكرة أبيها، محافظة صنعاء بالذات، لأن اللي يحصل لهم الآن في صنعاء غير لائق، لا رواتب. هناك ظلم في صنعاء، اعتقالات تعسفية على التجار، على الصيارفة، على رجال المال والأعمال. لابد من خروج ثورة من المواطن حتى التاجر حتى أعلى رجل في صنعاء، ولابد أن نتحرك كلنا يدا بيد حتى نتحرك ونهب هبة شعبية ونعبر عن ثورة القياع. لابد أن يتحرك هؤلاء حتى يعرفوا بأنهم مضطهدين. إخواننا في صنعاء نحن نساندهم ونؤيدهم بأن يتحركوا لمثل هذا الرأي وأن يقعوا أحرار. أولا ستكون احتجاجات قوية ولها تأثير، وقد تواكب العملية العسكرية التي حول صنعاء،
صنعاء اليوم بلا رواتب، صنعاء بلا أي مقومات الحياة من كهرباء ومياه وغيرها. المواطن يعاني الأمرين من هذه الميليشيا، وأتوقع أن تحدث هناك انفجار أو غضب عارم نتيجة لتردي الأوضاع هناك. الميليشيات الإنقلابية أوصلت البلاد إلى وضع اقتصادي كارثي، أوصلت الناس إلى حياة لا تطاق ولا يمكنهم أن يعيشوا معها. أصبح الناس لا يمتلكون أدنى مقومات الحياة من المواد الإغاثية والطبية على كل المستويات، وفي هذا قد يتسبب في ثورة جياع عارمة. الوضع مؤهل لأن تكون هناك ثورة جياع في العاصمة صنعاء نتيجة الوضع المأساوي الذي تمر به العاصمة صنعاء وغيره من المحافظات، و بتكون هناك يعني احتجاجات من قبل المواطنين ومن قبل حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه التصريحات، أعود إلى الأستاذ نبيل عبر السكايب من جنيف. أستاذ نبيل، لو يعني أخذنا بما قاله هؤلاء العينة الذين أخذناهم في الداخل من تصريحات بأن احتمال بأن تنتفض صنعاء وأيضا المحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين بثورة وربما تكون ثورة جياع هذه المرة، تقديرك ورأيك لهذا الطرح؟ والله أنا دائما موضوعي وعقلاني، أنا لا أعتقد أنها ستكون هنالك ثورة، قد يكون هنالك عمل، يعني الثورة لا تقوم إلا إذا كانت الحيثيات حقيقية على الأرض والواقع. نعم. من لم يتحرك في بداية هذا الحدث لانهيار وطن ولا يوجد لديه هذه الوطنية والمقدرة على أنه يقف بذاته أمام ميليشيا تحاول أن تنتزع منه أغلى ما يمتلك، اكتشفنا بعد هذه السنين كلها أنه أغلى ما نمتلك ليست القبيلة، ليست القبيلة وليست الجاه ولا المنصب، كان أغلى ما نملك هو وطننا هويتنا. نعم. عندما انتزع الحوثي وصالح انتزعوا منا هذه الهوية، أسقطوا منا أفضل أو أجمل ما نملك، لم يتحرك الشعب خصوصا الناس المتواجدة في صنعاء. في المقابل نبيل، ربما هناك الكثير قد يقبل بأن يعني ينتزع منه القرار أو حريته، لكن يظل يعني دخله الفردي، راتبه، يعني توفير الحياة التي على الأقل يعني يقتات منها ويعيش منها ويوفر احتياجاته، يعني عامل بالسكوت عن هذه الممارسات من قبل الانقلابيين. هذا حصل من قبل، يعني نحن نتمنى ذلك، لكن أنا لا أعتقد أن هنالك الأرضية الموضوعية فعلا، لأنه كما ذكر الدكتور من تعز حفظه الله قال ووضح، أنا كنت أيضا هذه النقطة مهمة، أنه الآن تقف الاقتصاد اليمني على المدخول الخارجي من تحويلات المغتربين. أنا أنصح الآن بكل اليمنيين أن يفكروا بالمغتربين، المغتربين هم المصدر الأول والوحيد الآن لإمدادهم بالموارد الاستهلاكية. الحوثيين الآن يمتلكوا منبعين، يمتلكوا البنك المركزي وصنعاء والاقتصاد اليمني عن طريق البنك المركزي، ويمتلكوا الجهة الأهم اللي هي الميناء الحديدة الذي يستلموا فيه أكثر من 47 مليار. نعم. يعني هذا الشيء يجب أن نفهمه، أنه أول إذا استطاعوا الآن إذا تم تجريدهم من صنعاء وهو المدخول الأول فإنهم قد يتوقفوا، في الاتجاه الآخر إذا تم تجريدهم أيضا من الحديدة كمنفذ أنا أعتقد أنه الانهيار الحوثي قريب. لكن حكاية أننا ننظر إلى حراك شعبي، حراك شعبي لن يستطيع مطلقا أن يتحرك، خصوصا في منطقة تعودت أو في بنية اجتماعية تعودت للأسف، يعني تعودت على أنها تأخذ بخديعة، أن لا يوجد هذه القيمية الذي ممكن أن تخرج الناس بأنهم يقولوا لا ويسقطوا الحوثيين. إذا أسقطوا الحوثيين من سيأتي بدلهم؟ لا يخرج الحراك دائما عندما تكون هنالك نخبة فاسدة تحكم، لا تستطيع مطلقا تطلب من الشارع أن يتحرك، الشارع لا يتحرك مطلقا إلا على القيميين. عندما يتغير هذا الواقع من حيث النخب ويتغير هذا الواقع بأن الناس تخرج الآن قيادات قيمية تتكلم بالقيم وتطبقها على أنفسها، لا تذهب إلى تأخذ قطعة من الكعكة، وإنما تجد نفسها تتحدث بما يريد الناس وتكون جزء من مقاومة الناس على الأرض، هنا نسأل هناك أن يكون حراك شعبي اجتماعي ناحية الثورة. أما أننا نطالب من الناس أو نعتقد بأنه ثورة، هنا هذا حقيقة في نوع من طيب أستاذ نبيل، لو وضعتنا بصورة عن أرقام، إذا كانت لديك أرقام مثلا عن الحال والوضع المتردي الذي وصل إليه اليمنيون،
حقيقة الأول هو فلينظروا أنه الاقتصاد تماماً نبدأها من المواد الاستهلاكية. القمح والدقيق تقريباً قد ارتفع في حدود كما أصدروا كثير من المتابعين بأنها أكثر من 300 إلى 400% الأسعار ارتفعت. المواد الاستهلاكية بلا نقاش لا يوجد مادة واحدة لم ترتفع، يعني لم يكن عليها ارتفاع متداول، حتى الآن يصل إلى 300% الأسعار. عندك الآن المشتقات النفطية وصلت إلى 400% من الارتفاع. عندك العملات النقدية التي أصبحت الآن من 300، يعني الآن يمكن حتى التحسن حصل إلى 280 ووصل ارتفع إلى 310، لم يوجد هذا الرقم من قبل. الذي حصل أيضا عندك لدينا 1.5 مليون من العمال تم سحبهم أو تركوا أعمالهم. عندنا أكثر من 800 مؤسسة مقاولات كما ذكرنا. عندنا أكثر من 80% من البنى التجارية قد أقفلت، يعني لا يوجد الآن بنى تجارية إلا من يتواصلوا مع المغتربين أو لديهم علاقات بالمغتربين لديهم سيولة. حتى من ننظر إليهم الآن التعاملات النقدية قد أوقفت في كثير من البنوك. لا يوجد إلا الآن إلا يعتمد الاقتصاد على الصرافين والسيولة التي يأتوا فيها من الخارج. لدينا أيضا في حدود، تخيل أنه الآن في منظمات دولية لديها أكثر من 1.890 مليار دولار لا تستطيع أن تقوم فيه توصل فيها المساعدات لليمن. نحن لا. في حالة عجز الآن. أنا حقيقة أقولها بكل أسى، يعني إن لم في خلال هذه الأشهر إن لم يكون لدى الحوثيين قليل من الوطنية، قليل من الرأفة والرحمة بهذا الشعب، فأني للأسف أقول بأنه قد يخرج الناس ليس لثورة. الناس سيخرجوا يقتلوا بعضهم البعض وقد يأكلوا من أي شيء على الأرض. نعم. أما أنهم يقودوا إلى ثورة ضد الحوثيين فأنا لا أعتقد، إلا أنه نسأل الله أن يكون للحوثيين هذا ما قصده ربما. نعم أستاذ نبيل، ربما هذا ما قصده من أخذنا منهم عينة من التصريحات بأن الجوع هو من سيجبر الناس على الخروج. نعم أستاذ نبيل تكرم البقاء معي. أعود إلى تعز مع الدكتور عبد الوهاب العوج، وأيضا نرحب بالكاتب الصحفي توفيق السامعي ينضم إلينا الآن. دكتور عبد الوهاب، هل نحن الآن أمام يعني ذاكرة مخزوقة لليمنيين؟ بمعنى آخر الميليشيا اتخذت ذريعة الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورفعت شعارات كذابة وأسقطت الدولة، الآن ترفع شعارات أخرى بمجابهة العدوان، المقاومة العدوان والشعب صامد. إلى متى سيظل اليمنيين مخدوعين بهذه الشعارات الكذابة التي أوصلت اليمنيين بشكل عام إلى هذا الوضع؟ علينا أولا أن نعترف أن الجهاز الإعلامي للإنقلابيين يعني كان بفاعلية عالية، لا يعتمدون على الوسائل التقليدية التي نعتادها من قنوات فضائية أو إذاعية أو كذا. نعم. لكن هم يستخدمون أساليب كثيرة من خلال رجال المجتمع، مشايخ المجتمع، عقال الحارات، الواجهات الاجتماعية التي تبرر أن هذا الذي يحدث كله بسبب العدوان. العدوان أيضا يعني أو نقول العدوان الداخلي لهم على إخوانهم اليمين منذ أن بدأوا في دمشق حتى وصلوا عدن، هو من سبب بما يقولون بنظرهم عدوان خارجي. نعم. فأقول أن أيضا الشرعية والتحالف إذا لم يضعوا نموذجا إيجابيا في المناطق المحررة ويغطوا نقاط الثغرات من خلال الخدمات، من خلال تحييد أي فصيل يمثل بفكر إما انفصالي أو وجهة نظر ليس مكانها الآن، بحيث يدمجوا في الجيش ويصبح عدن وغيرها مناطق آمنة بفاعلية واضحة انسيابيا ما بين المناطق المحافظات الشمالية التي لازالت تحت سيطرة الانقلابيين باتجاه المحافظات المحررة، وإحداث التغيير من خلال النموذج الجيد الذي الكل سينظر إليه، وعودة الحكومة بكامل تشكيلاتها حتى لو بقى الرئيس خارج اليمن. نعم. بظروف أمنية. باعتقادك دكتور، الحزبية والكوادر والنشطاء. نعم. باعتقادك دكتور لو قدم نموذج. نعم دكتور اسمح لي، عفوا على المقاطعة، برأيك لو تم يعني تقديم نموذج في المحافظات المحررة لتواجد الدولة وتثبيت مؤسساتها، هل سينعكس ذلك على المحافظة التي تخضع لسلطة الحوثيين ويحدث فيها نوع من على الأقل رفع الأصوات التي تطالب برحيلهم من هذه المحافظات وعودة الدولة؟ نعم نعم، أنا متأكد أن هذا لو حدث وأصبحت حتى انتقال العمالة اليمنية اللي هم العمالة اليومية إلى المحافظات المناطق الجنوبية وحدث فيها نوع من البناء والنماء وإحداث تغييرات
وضخ أموال من خلال يعني صناديق وليس من خلال أشخاص للبناء والتعمير وإعادة البنية التحتية وكل ذلك سيؤثر تأثير كبير على المعركة. المعركة ليست فقط معركة عسكرية ولكنها معركة اقتصادية ومعركة إدارة مناطق ومعركة إعلامية ومعركة وعي. وبالتالي حتى لو تلاحظ يا أخي لا يوجد أي إذاعات تغطي اليمن، إذاعات FM وغيرها وإذاعات متوسطة المدى الموجات المتوسطة لا توجد. ولذلك تلاحظ أن الحوثيين استخدموا كل وسائل الإعلام فيما يفهم الانقلابيين، يعني سواء فصيل علي عبد الله صالح أو فصيل الحوثي. فأقول أن هناك نقاط ضعف كثيرة لا أدري لماذا تركت حتى الآن رغم أن الفترة الزمنية كافية. لابد من علاج الجرحى لوحده واهتمام بالشهداء وأسرهم، هذا لوحده سيعمل تأثير غير عادي لأنهم يستخدمون الإشاعة والترويج والأكاذيب. لابد من حملة دكتور إعلامية تفيد وقائع. نعم ربما وضحت فكرتك في هذه الجزئية. دكتور أختم معك بسؤال أخير قبل أن أودعك، كيف تفسر يعني الوضع المتردي اللي حاصل في الداخل ولكن في المقابل في المحافظات التي لا زالت تخضع لسيطرة الحوثيين وعلى وجه التحديد مثلا صنعاء وعمران وصعدة وهذه المحافظات في شمال الشمال لا زالت تجمع الملايين لدعم حرب الميليشيا؟ يعني شوف هم يراهنون أمام هؤلاء الذين يجمعون، هم يقولون لهم نحن باقون وأنتم إذا لم تدعموا ستكونون يعني بمستقبلا أعداء لنا، ولاحظوا كيف تتم المفاوضات معنا ونحن طرف رسمي وسنظل في التشكيلات القادمة مهما كان الأمر. ولذلك القبائل في المناطق هذه تحسبها ربح وخسارة، فلو شعرت أن المعركة القادمة معركة حقيقية وسيكتف هذا الانقلاب وستعود الشرعية إلى المناطق التي لم تدخل حتى الآن وخاصة العاصمة صنعاء، أنا أقول لك بكل صراحة ستتغير كل القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء كما تغيرت في حرب 67 وأحداث 70 يوم من الحصار، لأن هؤلاء القبائل معتادين على أن ينظرون يعني يظلوا ماسكين العصا من النص، وهم أيضا أمام يعني جبروت وسلطة قمعية يعني تقمعك تفجر بيتك تعتقلك تقتلك بأبسط التهم، أنت داعشي أو تكفيري ويقتلوك. فلذلك أقول هذه المناطق لن يعني تنفض يدها عن الانقلابيين إلا إذا شعرت بأن المعركة قادمة وحسم سريع وفي غضون فترة قصيرة من الزمن. أما التطويل فلا يخدم التحالف ولا يخدم الحكومة الشرعية ولا المقاومة الوطنية. هذا بخلاصة الأمر يعني. نعم الدكتور الأكاديمي بجامعة تعز عبد الوهاب العوق، شكرا جزيلا لك دكتور على مشاركتك معنا. نشرك معنا أيضا في الحديث الأستاذ الكاتب الصحفي توفيق السامعي. مساء الخير أستاذ توفيق. أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق. ربما الدكتور عبد الوهاب ذكر نقطة مهمة أن الأداء الإعلامي التابع للشرعية لا يعني ليس بالمستوى الذي تقوم به الانقلابيين، أيضا الوسائل التي اتخذوها في التضليل على الناس والكذب على الناس في الداخل، كيف تقيم فعلا دور الإعلام المساند للشرعية؟ الحقيقة أنا لست مع كثيرا من جلب الذات بالنسبة لوسائل الإعلام التابعة للشرعية، لأنه كثير من وسائل الإعلام التابعة للشرعية تصب في صالح الشرعية وتسلط الأضواء المتعددة في كل برامجها سواء كانت القنوات التلفزيونية أو المواقع الإعلامية أو الصحف أو غيرها، وكذلك حتى مواقع التواصل الاجتماعي بشقيها، وكل الوسائل الأخرى هي تسلط الأضواء تماما على ما تقوم به الميليشيات الحوثية من انتهاكات وجرائم، وكذلك الدفاع عن الشرعية وخوض الحوارات المختلفة والمتعددة في شرح القضية اليمنية وتعرية الانقلابيين في كل مكان. هناك كثير من يعني كثير من المآخذ التي يأخذها البعض على وسائل الإعلام أنها ليست مفتوحة فيما بينها فقط للتكامل، أما تسليط الأضواء فهي تسليط أضواء متعددة ومتكاملة من جميع النواحي على كل القضايا التي تهم الوطن في الداخل والخارج. نعم أستاذ توفيق، الأصوات الإعلامية والكتاب والصحفيين الذين ربما بشروا بقدوم ميليشيا الحوثي وسهلوا وربما عكسوا صورة يعني منمقة عنهم عندما أتوا غزوا العاصمة صنعاء وأسقطوا الدولة، أين اختفوا هذه الأيام من هذا الفساد وهذه الجرائم والحال الذي وصل به اليمنيون اليوم؟ إذا بنا قليلا إلى الوراء تجد أنها كانت هناك حملات منظمة ومدفوعة الأجر دفع لها المليارات المختلفة، وكانت تغذية إقليمية وتغذية محلية أيضا من قبل الميليشيات
الانقلابية وتجعلها الأموال الطائلة بحيث أنها تتبنى عملات متعددة لتشويه حكومة الوفاق وكذلك الشرعية بكل مؤسساتها وبكل فروعها. وكانت هذه الحملة المنظمة للأسف الشديد أنها استطاعت أن تجرجر حتى بعض الكساب الذين كنا نعتبرهم أنهم يقفون مع الشرعية وأنهم مثقفون ونخبة المجتمع، انجروا وراء تلك الحملات المضللة. وكانت الجرعة أو ما تسمى اصطلاحا الجرعة وهو الألف ريال القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لحكومة الوفاق، بينما كانت الأهداف كثيرا واضحة عند الكثير من الكساب الذين كانوا يعلمون بغزوات أو بغزو الميليشيات الحوثية ومراميها وإدراكها بأنها تعيد دولة الإمامة ومشروع الإمامة من جديد بالتغذية من قبل النظام الإيراني النظام الملالي، وكذلك بإعاز وتشجيع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تسوق على أنها تقف ضد الإرهاب، بينما في حقيقة الأمر هي سوقت للإرهاب الحوثي وتكاملت معه بضرب الشرعية واحتلال المدن وإجرائها الانقلاب المتكامل. أشكرك أستاذ توفيق. ولم تدفع الثمن حكومة الشرعية وإنما دفع الثمن الوطن بشكل عام. بالتأكيد، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ توفيق السامعي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن قبل العودة إلى الأستاذ نبيل البيضاني والترحيب أيضا بضيفنا من عدن الناشط الصحفي رعد الريمي، سنذهب مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها زميل ودي عطاء عن الوضع المعيشي وأرقام تتحدث عن حال اليمن واليمنيين بعد الانقلاب. متابعها ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد، وأعود هذه المرة إلى عدن مع الناشط الصحفي رعد الريمي. رعد، أهلا بك معنا ومساء الخير. يا مرحبا، يا مساء النور. أهلا فيك رعد. كيف يعني في البداية تأثر الوضع في عدن معيشيا بسبب الوضع المالي والإداري الذي أوصلتها الميليشيا إلى هذا الحال؟ الوضع في كل يوم يزداد سوءا، والحالة تزداد قلقا واضطرابا. نحن نتكلم عن ميليشيات تسببت في إيقاف الحركة الاقتصادية بمعنى الكلمة، نحن نتكلم عن ميليشيات
أوقفت رواتب حالة الضمان الاجتماعي اللي كان يستفيد منها في داخل عدن. أنا أتكلم عن ميليشيات اكتفت بصرف الحد الأدنى من الرواتب، وخاصة في محافظة عدن، ونحن نعرف أن في محافظة عدن يعيش أغلبهم على مستوى الراتب الذي يمثل بالنسبة لهم النافذة الوحيدة لمصدر دخلهم وللحياة بالنسبة لهم. نحن نتكلم عن ارتفاع مهول بالنسبة للدولار مقابل هبوط عالي جدا بالنسبة للريال، سواء مع الدولار أو كذلك مع الريال السعودي. نحن نتكلم على الميليشيات بصراحة حولت الوضع الاقتصادي في داخل عدن إلى وضع باسع. طيب رعد، نعم، القريب والبعيد. نعم رعد، لا شك أن الآن عدن أكثر من عام على تحريرها، وأصبحت من المدن المحررة، وهي الآن ستكون قريبا العاصمة المؤقتة بعد أن تم الآن إعلان عن نقل البنك المركزي إلى عدن. هل بدأت يعني الناس يلمسون تغير طارئ في حياتهم، على الأقل في الحصول على أعمال من نوع ما، أو الحصول على تواجد الدولة وترتيب أوضاع الناس، توفير الخدمات للناس، أم لم يتغير الحال؟ هو نسبياً إلى حد ما في تغير يعني، والأرض بتشهد بذلك، لكن ليس التغير الذي كنا نأمله أو الذي كنا نتصوره، خاصة أنك تتكلم على عاصمة، خاصة أنك تتكلم على منطقة محررة. لكن تم جهود تبذل من قبل السلطة المحلية، ومن قبل بعض الوزراء، ومن قبل بعض الحكومة، لكن في الحقيقة هذه الجهود وهذه الأدوار لا ترتقي إلى المستوى الذي يرضاه المواطن، والذي كان يستحسن أن يصل إليه مستوى الدخل فيه ومستوى المعيشة. نعم. طيب أستاذ الناشر الصحفي رعد الريمي، اعذرني على يعني الوقت انتهى، شكرا لمشاركتك معنا، كنت معنا عبر الهاتف من عدن الناشط الصحفي رعد الريمي. عودة أخيرة أيضا للأستاذ نبيل البيضاني عبر السكايب من جنيف. أستاذ نبيل، الآن إذا التحرك الأخير من قبل الحكومة الشرعية وتغيير الهيكل الإداري للبنك المركزي والأنباء على تحويل البنك إلى محافظة عدن، هل باعتقادك سيكون هذا خطوة في الطريق الصحيح لتفادي وتدارك الأمر والحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد المنهار أصلا؟ هو خطوة في الطريق الصحيح متأخرة، لكن هنالك لكن دائما بعد هذه. إذا كانت خطوة صحيحة، كيف سيكون أداء الحكومة اليمنية في إنعاش الاقتصاد اليمني القادم؟ كيف ستتمكن القيادة الاقتصادية اليمنية من تغيير حالة الـ كما يقول كان البنك المركزي في صنعاء، إلى تحويل كل تبعاته إلى عدن، إلى محاولة إيصال حتى الأموال للناس الذي يستحق أن يأخذوا مساعدات أو كذا؟ يعني لدينا الأداء الحكومي الآن هو اشتراطنا، لا نستطيع أن نقول هذه الخطوة رائعة من الآن، لكنها خطوة حتمية. لا يمكن مطلقا أن يستمر البنك المركزي في صنعاء حتى تستمر الحرب وإسقاط البلاد أكثر وأكثر، لأن غدا سنذهب سنجد أنفسنا بلا عملة، نحن فقدنا الوطن، ودخل في صراع. لكن لا يجوز مطلقا أيضا أن نفقد العملة ونفقد الاقتصاد ونفقد حتى إمكانيات إغاثة أهلنا. يعني حتى لو أتت المساعدات من الخارج، لن يستطيع أن يقدم للناس حتى أموال، لن يستطيع أن يقدم للناس حتى غذاء أو مواد استهلاكية. نعم أستاذ نبيل، في المقابل هناك من يرى وجهة نظر أخرى، يقول بأن يعني نقل البنك المركزي وتجميد الهيكل الإداري الذي يعني قابع تحت سيطرة الميليشيا في صنعاء، ربما جاء إنقاذ للميليشيا، والميليشيا ربما كانت عاجزة عن سداد رواتب الموظفين نهاية هذا الشهر، وربما كانت هناك يعني ستكون الميليشيا أمام مجابهة والشعب في نهاية الشهر، وهذا جاء إنقاذ لها. تقديرك وقراءتك أنت لهذا التصور؟ قراءتي تعتمد على أداء الحكومة. هل الحكومة ستصل رواتب للناس كما قال؟ كانت هنالك فكرة تنتشر الآن، والله أعلم، هي أنا أعتقد أنها خرجت عن طريق الدكتور محمد قحطان في واحدة من لقاءاته في قناة الجزيرة، قال لماذا لا يدفعوا رواتب عام 2004 للناس 14. يعني نعم. هذه الفكرة حقيقة لو طبقت من قبل الحكومة لاستطاعوا تماما كسر كل دعونا نقول كل ما حصل من عام 2014. يعني لو استطاعوا أن يفعلوها، أقصد
جميل. لعلنا الوقت يداهمنا، اقصد في جزئيه انقاذ الميليشيا وتوفير فرصه ربما للميليشيا للتنصل من اي تبعات او اي مطالب من الشعب او حتى في المحافظات المحرره، المحافظات التي يسيطرون عليها عفوا. هذا سيكون الاداء الاعلامي للمخلوع وللحوثيين، سيحاولوا ان يحملوا كل تبعات ما يجرى الان في الاقتصاد على الحكومه، واداء الحكومه وايضا المقاومه الاعلامي في توضيح هذا للناس بان هذه الخطوه خطوه اسعافيه، وايضا اداء الحكومه في انها تقوم بايصال الاموال للناس الذي يستحق من عام 2014 فستنهي هذا الكلام. لكن ان سكت الجميع وترك الحوثيين والمؤتمرين يقوموا بعمليه التشويش الدائم كما هو المعروف، ولم يكن هنالك خطوات إعلامية توضيحية حقيقية على الأرض، فأعتقد بأننا سنخسر. لكن نعم. أتمنى أن يكون هنالك استدراك وخطة إعلامية ذكية في إيصال الكلام الصحيح نعم. وقتل الإشاعات الذي يطلقها الحوثيين والمؤتمرين. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي الأستاذ نبيل البيضاني، كنت معنا عبر السكايب من جنيف. مشاهدينا الكرام، لا يبقى إلا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات من أصدقاء البرنامج، ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ معاذ أحمد يعلق بالقول: تستمر ميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن وحلفائها بممارسة الفساد المالي والإداري في مختلف أجهزة الدولة منذ سيطرتها على مقاليد السلطة بقوة السلاح في سبتمبر من العام الماضي، محاولة حشد أي موارد مالية أو بشرية لصالح حروبها العبثية. وبرغم روائح فساد الميليشيا الحوثية المنبعثة على مدار سنة مضت، تظل هذه الروائح غيظا من فيض بسبب القمع الوحشي الذي تنتهجه هذه الميليشيا ضد الحريات الصحفية ووسائل الإعلام، محاولة كتم أي صوت يحاول الكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الميليشيا التدميرية الفاسدة. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج الأخ محمد العتمي يعلق: الموظفون في بعض الجهات الحكومية توقفت رواتبهم منذ أشهر، ومع ذلك تنتابهم خشية من بطش جماعة الحوثي، وهذا ما يفسر خروجهم واحتجاجهم الخجول أمام مقرات عملهم بدون لافتات ضد هذه الجماعة التي حرمتهم من رواتبهم. محمد العتمي. رأي أيضا أخير من أصدقاء البرنامج من الأخ عبد الله الصيادي يعلق: وصل بجماعة الحوثي وصالح إلى إيقاف مرتبات آلاف المعلمين، ومارسوا خصومات شهرية تعسفية لصالح مجهودهم الحربي، وصادروا اشتراكات المعلمين النقابية لصالحهم، وسبب صمت المتضررين هو خوفهم من بطش هذه الجماعة، حيث أنه هناك الكثير ممن يقبعون في سجونهم، وذنبهم الوحيد أنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم. الأخ عبد الله الصيادي. ونكون مشاهدينا الكرام بهذا الرأي قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بين قوسين. في الختام أشكر ضيوفي الذي كانوا معنا عبر السكايب من جنيف، الأستاذ نبيل البيضاني الناشط السياسي، عبر الهاتف الدكتور الأكاديمي في جامعة تعز عبد الوهاب العوج، وكذلك الكاتب الصحفي توفيق السامعي من الرياض، وأيضا من عدن الناشط الصحفي رعد الريمي. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.